انت عندك واحد كان هداف وماشي كويس وراح مع المنتخب هدف، انت بتعادل ايه والله يعني؟ انت عندك ورقه رابحه وحد عارف طريق الجون، جبت اولتر بواليا حطيته انت في الفقاعه ونسيته وتنزله خمس دقايق يعني. طب يا راجل رايك في تويتر الكابتن خالد بيومي ليه؟ قال ان ومحدش يزعل مني، الاهلي كان يحتاج مدربا، موسيماني اساء التخطيط ومعالجش اللعيبه نفسيا، لا عالجهم نفسيا ولا عمل خطه للمباراه. الشكل النفسي انا معاه فيه، انا ما حسيتش ان لعيبه النادي الاهلي نازله بثقه، حسيت ان هم نازلين خايفين لدرجه يعني خايفين ومرعوبين من الاسم، ما حدش كلمهم في الثقه، ما حدش اداهم دوافع نفسيه، ما حدش قال له العب. وهقول على حاجه يعني، اعظم اتنين كانوا بيدوا دوافع معنويه كويسه للعيبه هما الراحل العظيم محمود الجوهري وكابتن حسن شحاته. دي حقيقه. انت حط خطتك وانزل استمتع، افتكر يا عم كانوا بيبنوا عليها كل حاجه. طبعا الشق المعنوي، لان الشق المعنوي لو عالي يعوض لك اي نقص فني. طيب في سؤال مهم جدا بيقول لك تغطيه رحمكم الله رحمكم الله لسه عاملين المسحف المناخير متخرمه. والله الف سلامه استاذ ابو المعاطي. ما لا هو كده النهارده اي كلمه زياده ما تضيعوناش. الراجل خرم الانف كده جوه. طيب عاوز بس اكمل كلامي. لا في سؤال لو سمحت. كمل كلامي. مش انت سالته؟ ما انا ما جبتش على سؤالك. انا جاوبت والله. لسه ما قلتش على موضوع موسيماني. هي عافيه. والله جاوبت. يا ابني ما كانش موضوع موسيماني. والله العظيم جاوبت. يا جماعه والله جاوبت. يعني انا قلت ان هو الاهلي محتاج مدرب، انا جاوبت عليه؟ ايوه قلت انا معترض على النقطه دي. لما خلاص ما حصلش. طب اتفضل انا اسف. يبقى ارجع للشريط. ماشي. فكرة بقى ان كابتن خالد بيوم هو صديق عزيز وله رايه المحترم، فكرة ان الاهلي عايز مدرب، لا، لما يبقى قدام بايرن ميونخ واقول عاوز مدرب يبقى ده كلام غلط، لان حتى لو انت عندك يعني يورجن كلوب بنفس الكواليتي باللعيبه مش تعمل حاجه مهما تعمل. صح بنفس. خلينا نبقى صادقين يا جماعه، الفارق كبير. انت خسران 2 وبرشلونه خسران 8 وقالوا الكابتن حلمي يقول بقى مش عارف ايه الفارق رهيبه. لكن تقدر تقول يعني تقول ان الاهلي عاوز مدرب لما تلاقيه في المسألة الإفريقية والمحلية بطاطس تقول نشيله. لكن النهاردة واحد ماشي بهذا الشكل، أول هزيمة ليه، أول هزيمة ليه من بطل عالم، أجي أقول مشيه يبقى أنا بهرج. يعني أنت معترض على دي؟ طبعا مش منطقية يعني. اتفضل. طيب حد بيسألك بيقول لك اللي يعني الام بي سي وبرنامج اللعيب، وبكل احترام وتقدير التغطية غير مرضية، ودايما مش متابعه والله، ودايما الأسلوب في هجوم على الأهلي. طبعا فكرة إن في هجوم على الأهلي ده بيحسه الجمهور. وإحنا انتقدنا من موضوع رضا عبد العال، والجزئية دي أنا والأستاذ ناصر كلمنا فيها امبارح. لكن انا دلوقتي هنا مش متابع، ما اعرفش قال ايه امبارح او قال ايه اول يعني. لكن لقطه رضا عبد العال دي شفناها ومرفوضه طبعا، ان انا اقعد اغمز على كابتن محمود الخطيب وحته الساعات ومش الساعات عيب. طب انا عايز اعلق عيب. على عايز اعلق على دي. اسمحني فيما يخص الحته دي، لا مدرسه الام بي سي ولا قيمه الام بي سي ولا الوليد ابن ابراهيم رئيس المجلس وليد الابراهيمي رئيس مجلس الاداره والمالك وليد الابراهيمي الشيخ وليد الابراهيمي المالك وكل الاخوه الافاضل كل الناس كمان اللي في المملكه او في دبي او في القاهره، مجموعه الام بي سي دايما راقيه. لا دايما راقيه، دايما راقيه. فانت النهارده بتنحدر بالحوار الاعلامي بتاعك من خلال برنامج اللعيب، وانا هنا بنتقد اداء مع كل الاحترام لمهيب وكل الاحترام للقناه. ايه الانحدار؟ الانحدار بدا انك انت تجيب واحد زي مش عارف مين ترهنوا على خروف، تجيب مش عارف الكابتن جمال عبد الحميد يقول لك ايه، وكل تركيز مش هطلع تاني بالظبط، وكل تركيزك في ترند وكده يعني. حتى انت بتنشر زميلنا العزيز الاستاذ مهيب عبد الهادي بينشر يقول 100 مليون مشاهده في شهر كذا. على فكره احنا اللي على اليوتيوب معذره يعني، ابو المعاطي في شهر من الشهور كان عامل 250 مليون مشاهده، انا في الشهر 11 على منصات اليوتيوب والفيس. ايوه على لا على منصات اليوتيوب والفيس انا عديت شهر 400 مليون. الشهر ده 150 مليون، يعني ال 100 مليون وال 90 مليون دي ابسط حاجه بنجيبها على منصات يعني اليوتيوب والفيس. يعني رقم بنوصل له والارقام موجوده عندكم من 50 الى 80 مليون. لا تفاخر، لا تفاخر بده يعني. بس انا شايف ان بس دي الام بي سي اللي عليها 15 مليون. بالظبط. احنا اللي عندنا ما كملناش المليون كمتابع يعني. لا تفاخر بادائك، لكن بنفتخر بالتفاعل اللي موجود معنا. ولا تفاخر بعدائك يا مهيب للاهلي، ولا تفاخر بعدائك للزمالك، ان مواقف الناس معروفه، وانا شايف ان في تدني في التناول وفي عدم تعاون. حتى لما قلنا نتعاون ونبعت رسائل الاخ مهيب ضحك عليا
قال لي مش عارف ايه والكلام ده كله، على كان برضه تعرفوا انا بنتقده للسبب ده، وكان في حاجات كتير. انت عاوز تجامله بخدمه يا بيه؟ انا قبل كده كنا بنساند وبنغطي، ولكن الناس زعلانه مني انا في الحته دي. فاداء المستوى اللعيب لازم يرقى شويه، مش هقول اكتر من كده. طيب عاوز اقول حاجه ثانيه، عاوز اقول حاجه ثانيه في الجزئيه دي قبل ما الاستاذ عبد الناصر يخلصها، وهي لما احنا بننتقد زميل في امر ما ملهاش اي دعوه بالشخص. لا انا بنتقد الاداء برافو وليس الشخص. لما يجي واحد كل شويه يقول له الظرف فيه ايه، يقول له فيه ساعه، عيب عيب عيب، ده عيب وقله ادب، عيب. ويبقى العيب اكبر ان القناه سعوديه، فما ينفعش يطلع الكلام ده. الملف ده اتقفل تماما، النيابه العامه قفلته والقضاء قفله، فما ينفعش كل شويه نغمز على قيمه اخلاقيه زي كابتن محمود الخطيب واعمل نفسي مش واخد بالي كمذيع. ما ينفعش ما ينفع، واللي بيقول الكلام ده ما ينفعش يخش الام بي سي. انت عاوز تعمل ازمه، عاوز الجمهور كل شويه يبقى غضبان من الام بي سي السعوديه اللي بين قوسين؟ ما ينفعش. فاحنا لما بنقول ده بانتقاد بنقوله عشان الناس تغير من سلوكيات. تاني حاجه، ما ينفعش اجيب ناس تبقى هدفها بس انها تغمز على النادي الاهلي او تطول على النادي الاهلي او تهاجم النادي الاهلي. وكلنا فاكرين لما راح سعد سمير واحد من كباتن النادي الاهلي قال له انت بتضرب في الاهلي من تحت لتحت. فالفكره لو عندي اسرار اكتر من كده، مش عايزين اسرار. لا لا لا، ساعات بيبقى في اتفاقات مسبقه. انا مش عايز، معلش خلاص، ماشي مش هنقولها دلوقتي. انا بتكلم بس في حاجه، احنا لما بننتقد حاجه عشان المكان يرتقي. تاني حاجه، ما ينفعش ان انا افتح ملفات قديمه تؤدي الى تعميق الجراح. هو كل شغله ملفات قديمه. ده احنا هنا الناس بيقولوا كذا كذا، قلت انا مع دولتي. القديم خلاص اتقفل عليه بالظبط، والدوله وايجابياته. قلت عباره للكل، الدوله تصالح نصالح، تخاصم نخاصم. ولو ليه؟ الدوله ما تصالحتش ما كناش جينا. ليه بقول كده؟ لان في الاخر اهل الحكم واهل القياده الاكبر مننا، واللي احنا منتخبينهم مفوضين اليهم الامر. صح. طب هم شايفين نتصالح بنتصالح، شايفين بنتخاصم بنتخاصم، لان هم اللي عندهم كل الداتا اللي تضر بالامن القومي او لا تضر بالامن القومي. ففي الاخر بناخد موقفنا بناء على هذا الامر. الناس هنا ناس محترمه جدا 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 جدا. في الناس بدات كمان تتفهم انك انت كمواطن لازم تاخد موقف بلدك. الشيخ عبد الله عساس كاتب تغريده حلوه جدا ردا على احد الناس، ابراهيم عساس ابو عبد الله، الشيخ ابراهيم عساس ابو عبد الله صديقنا العزيز في السعوديه، كتب تغريده جميله جدا للرد على اثنين اعلاميين كانوا معايا في برنامج المجلس. قال لهم ابو المعاطي زكي لو ما خدش مواقف بلده يبقى خاين. يعني وانا معاك صح، يعني لو ما خدتش موقف بلدي، لو ما خدتش موقف بلدي في اي حاجه وانا راجل اعلامي ابقى خاين. امر الاخر، ده احنا كان بيتقال علينا متخبرين مع قطر، كان بيتقال علينا بالظبط ابو سنين يوميا. مش عاوز نطلع انفي، مش عاوز نقول والله لا انا بدعم بلادي وضد هذه الاشاعات وانا ما كده. ده مفترض كان الناس اللي هنا هم اللي ينفوا، طبعا ما حدش يعرفني هنا والموضوع ملوش اساس بالصحه وكوميدي، فكنت لازم ان انا اخد موقف. فبقول الكلام ده عشان الناس في مصر يعرفوه والناس هنا يعرفوه، وانا ما بغيرش مواقفي وبحترم مصر وبحترم قطر وبحترم ما يقرره. طيب. القاده الكبار فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي والامير تميم بن حمد.